منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. المشوار من توا حتى للأربعة متاع العشية. نعود نذكر الناس اللي التحقوا بينا توا في الاستماع، موضوعنا لليوم الفرق بين تربية البنات وتربية الأولاد، هل أنه فما فرق حقيقي وإلا الزوز معناتها نربيهم بنفس الطريقة؟ شنو ما الأخطاء اللي نجموا نقعوا فيهم كأولياء اليوم في تربية أبنائنا؟ معنا كما العادة في الاستوديو مدام سونيا جبيلي الأخصائية والمعالجة النفسانية. مرحبا بك مدام سونيا مرة أخرى. مرحبا بك سيوار، ومرحبا بكل مستمعي الحياة فيه، مرحبا باللي التحقوا بينا. ان شاء الله الموضوع هذا دونك نقوموا بتطوير جوستمون الاليات التربويه والاساليب التربويه عند الوالدين، وديما نحن نطمحوا لتحقيق الوالدين الايجابي ان شاء الله يا ربي. احنا ديما في برنامجنا نحاولوا ديما نقطعوا مع العادات الغالطه والا المعتقدات الغالطه، خاطر نعرف احنا خلينا نستعن نبدا معك السؤال ومن بعد كي تعطينا انت الاجابه ونتناقشوا. هل انه فما فرق اليوم بين بيت البنات والولاد؟ به هو ظاهريا ما فماش فرق. اش معناها ظاهريا ما فماش فرق؟ معناها اليوم اصبحنا في زمن كيف ما يزمك تربي صغيرك، معناها كسوة معناها الوليد والا البنية بنفس الطريقه، خاصه في اليات حمايه الذات وحاجات اخرين. ولكن باطنيا اكيد فما فرق. علاش؟ على خاطر نحن عندنا موروثنا الاجتماعي اللي هو ديما فما تمييز بين الصغار، سورتو كي يبدا ما بين وليد وبنيه، وسورتو كي يبدا الوليد هو الكبير اللي في العائله في الصغار. دونك نحن اجتماعيا دونك فما تفرقه في التربيه، ولكن علميا ما يلزمش يكون فما تفرقه او خصوصيه معينه في تربيه الصغار. دونك اليوم للاسف فما برشا معتقدات غالطه في تربيه الصغار، ديما كل الجانب نتاع خاصة وقت اللي تبدا البنيه خوها اكبر منها ديما نعلموها انه خوها راهو هو معناتها اللي باش يتعلم منه، خوها اللي ديما لازمها تخاف منه، اللي لازمها ديما، ولو انه معناتها تنجم ما تستفيد من انه يكون عندها خو اكبر منها في برشا حاجات، انها بالحق باش تعلم منه باش تكبر هي وخوها مع بعضهم. ولكن ساعات في بعض معناتها العائلات التونسيه اليوم نلقاو ديما اكل هيمنه الذكوريه هذيك نتاع خوك مش مجتمع ذكوري فوالا. يمكن برشا ناس ما يحبوهاش الكلمه هذه. انا على كلمة مجتمع ذكوري دونك ذكرت عندي تلميذ معناها نقوم بحصص معناها للصحة النفسية، فديما كي نقول كلمة مجتمع ذكوري يتقلق يقول لي ليه يا مدام راهو مش مجتمع ذكوري، أما في المخيلة متاعنا هو مجتمع ذكوري، أما آليا معناها كسوة اجتماعيا أو حتى قانونيا او قضائيا ديما تلقاهم فانت كونت المراه يقول لك عندها الحق اكثر من الراجل. بون هذه بدليله اي بدليله دونك هذا راي نحترمه برشا، ولكن احنا جوست نبتدخن عاود نرجعوا لموضوعنا اليوم. اي معناها في برشا عائلات نلقاو اللي ديما الذكر ملي يتولد معناها ديما يكون مبجل، باش ما نقولش متميز اما نقولوا مبجل على الانثى. دايوغ نحن بون بتتخطاو بدات بشوي بشوي الحق للامانه العقليه نقصت، نقصت برشا، نقصت برشا خاصه في المدن وفي في في البلايص اللي متحضره اللي معناها خلطت لها العقليه المعاصره ايتترا. دونك هذايا الكل ويقول لك اليوم ليه والله بكر كسوه وليد يكون والا بنيه راهو بالنسبه لينا كيف كيف، ولكن في عادات معينه او في بلايص معينه تفاصيل في برشا تفاصيل. دونك ايفيكتيفمون دونك مازلنا حتى لو كان بالكلام نقولوا ليه ما فماش فرق ما بين الوليد والبنيه، لكن بعد عمليا معناها نحن كي نعملوا الملاحظه اوبسيرفاسيون على التيران تاعنا نلقاو اللي فيكتيفمون فما برشا اساليب اللي تميز الوليد على البناي. باهي معنا بالتليفون مدام مونيا، نستقبلوا اول تليفون وبعد نرجع معك للنقاش. مدام سونيا مرحبا. مدام مونيا مرحبا بك على موجة الحياة فاب. مرحبا بكم. يعيشك. اليوم كنت تسمع في مداخلة مدام سونيا وإلا طرحها للموضوع، موضوعنا اليوم الفرق بين تربية البنات والولاد. اليوم هل أنه فما تفرقة بين العائلة كيفاش يربيوا البنات وكيفاش يربيوا الولاد وإلا نتعاملوا معهم بنفس الطريقة؟ هل أنه فما أخطاء زاد قاعدين الأولياء يعملوهم بقصد وإلا بغير قصد؟ حسب تجربتي انا عندي ثلاثه بنيات وولاد ان شاء الله ربي يفضلهم وانا مربيه بطبيعتي.
أنا العامل الصغار يعني كيف كيف الكل، كل ولاية كل بني، أما من خلال تجربتي نلاحظ اللي يعاملوا في الولاية مجتمعنا يعامل الولاية على أساس هو ولي العهد. هوي سيرتو إذا كان تلقى ولاية في وسط زوج بنات ولا ثلاثة، وإذا كان يكون عاد عنده جد ولا جد ويبدو مدللين وباعتبارهم يحمل لقب العائلة، ونهار آخر مش يجيب صغار ولا لقب يستمر يعني كل تلقاني يميزوا فيه في كل شيء، حتى في سامحني حتى في الماكلة، الحاجة الباهية المام والولاي الحاجة الهكاكة للبنية، رغم اللي علميا نحن الولايد والبنية عندنا نفس القدرات الذهنية. هذاك علاش يعني تربية الولايد أصعب، علاش خاطر الولايد وراه مجتمع ذكوري يحرض فيه من الجد للجد للبو حتى الأم مرات تخطأ في بعض الاستثناءات، خلينا نقولوا باش ما نعموش مدام في بعض الاستثناءات يعني لأنه زادة معناتها حتى حد ما ينجم ينكر الدور متاع البنية. ساعات الأم تقول معناتها البنية بالنسبة للأم وإلا بالنسبة للبو زادة، خاطر فما برشا أباء تكون ساعات البنية أقرب لهم ولو أنه هما الزوز معناتها نورمالمون بنفس معناتها القدر متاع الحب، ولكن ساعات البنية زادة راهي عندها دورها اللي هو كبير كيفها كيف خوها. نعرف حتى أنها البنية ديما تلقاها مطيعة يعني مطيعة وتاخذ الرأي وتاخذ النصيحة. الولاد تلقي أنتيتي يعني يحس اللي يروحه هو عنده بريوريتي على أخته مباشرة، حتى كيبدا أصغر منها مدام مرات يعني يجيني تلميذ يسمي على أخته أكبر منه يقول لي مدام أختي تعرف تقرأ، لكن أنا غير نحسبها قل لي تعمل هذا يعني هو أصغر منها بتروازون ولا كاترون، يحس بالمسؤولية يعني يحس بالمسؤولية عنده كفوة نوع من الجبروت أما أنفان دي كونت احنا النجم نقوله اللي تربية الولايد صعيبة. علاش؟ أولا الولايد وراء حتى في الدراسة متابعته صعيبة ياسر، خاطر ما يخدش الرأي، خاطر يحب يمشي يلعب، يحب هكا يفرط، يحب مثل حتى عنده لعبة يحب يشوف شنو في وسطها والكل. البنية مطيعة، البنية يعني تحسها ديما عندها مش ديما مدامون يعني لا بليبار يعني أكثر الأوقات تلقى البنية فما بنيات مطيعات فما بنيات باعتبارهم يقلدوا في خواتهم ولا يحبوا. أنا الحقيقة نقول مدامون هذه وجهة نظر متاعك أنت تحترم، ولكن أنا نقول زادة أنه هذا الكل يدخل في التنشئة متاع العائلة كيفاش يربيوا صغارهم، فبعد باش نلقاو كما تقول انت البنيه ديما مطيعه اكثر، والا الطفل باش يكون عنده هكا شويه سلطه والا شويه كما تقول انت جبروت. والله يا مدام حتى سامحني حتى المجتمع نتاعنا ما يرحمش، ما انت عندك ولاد وبني تربيهم كيف كيف نفس النصيحه نفس كل شيء نفس المصروف كل يخرج المجتمع ولدك نهار اخر يتيش بيه صاحبه يبدا يلقب فيه بالقاب احنا ما نحبوهاش ولد امه ولد ابوه، هذيك تاثر سلبا على الولايد، يولي هو يشوف روحه اللي يلزم يتميز يلزم يكون هو. انا باهي مثالش عندي جوست تعقيب صغير، انا نقول مادام يصحيح كلامك هذا موجود معناتها مش باش نغطيو عين الشمس بالغربال، ولكن زاد وقت اللي صغير يبدا محقق التوازن نتاعه ويبدا فاهم شنو هو معناتها الحاجات اللي تقول فيهم انت باش يقولوا له مثلا انت ولد امك ولا معناتها الكلام هذا اللي بالحق معناها خايب وما يتقالش، نوع من انواع التنمر مادام سونيا هكا ولا صحيح هذا شكون باش نحطه في الجدول نتاعي نجم بعد نرجعوا له. دونك انا نقول وقت اللي تبدا العائله مفهمه ولدها والا بنتها زاد احنا مانيش نحكيو كان على الاولاد نحكيو على الصغار بصفه عامه الاطفال، وقتها هو مش باش يتاثر بالكلام هذا. انت شنو رايك؟ بالطبيعه هو كي يبدا يعني صغير سوي ما يهموش في العباد ايش يقولوا، يعني هو اللي يلزمه يعني يطلع صغير متوازن وكله يطلع يحترم اخته يحترم امه يحترم جده يحترم الكبير يحترم الصغير، يعني نعرف تأثير العائلة وتأثير المجتمع ينجم يأثروا سلبا لو يكون صغير غير متوازن نفسيا. بينما إذا كان احنا عرفنا نربوا ولدنا ولا بنتنا ونوروهم اللي نحنا وكلنا خلقنا ربي يعني على قدم مساواة وكل قدم مساواة، ويعني والوليد والبنية كل إنسان عنده دوره في الحياة في المجتمع في المدرسة في كل قدرة الله ما خافوش على صغارنا من الضياع ولا حاجة. به يعطيك صحة مدام مونيا، باش تفعل معاك مدام سونيا جبالي تقعد معنا بالتليفون. تفضل مدام سونيا.
مرحبا بك مدام مون، يعطيك الصحة على المداخلة الثرية متاعك، هذه من محو التجربة متاعك أنت كأم وبدرجة أولى وكمربية بدرجة ثانية. جوست تصحيحا للمعلومة، سوار كنت مدام مون تحكي قالت اللي هو التربية الصغار معناها تكون كيف كيف، نحن ديجا قالت حتى معناها القدرات المعرفية متاع الصغار معناها عند بنية وليد كيف كيف. لا مش صحيح، راهو فما خصوصية ذكورية في النظام المعرفي متاعو، كيف كيف فما خصوصية أنثوية للنظام المعرفي نتاع الصغير هذاك. دونك جوست هذه النقطه الاولى اللي هي مهمه برشا. دونك مشيش مستمعين يسمعونا وما نحبوش معناها نعطيو معلومه الا تكون معلومه صحيحه وعلميه متاكده به. الحاجه الثانيه اللي هو الفرق في التربيه عند الصغير، قلنا راهو فما زوز معناها ننظروا للتربيه الصغار لازم من زوز جوانب. الجانب الاجتماعي اللي حكينا عليه اول ما بدينا الحصه، اللي قلنا راهو نحن مجتمع ذكوري ديما الوليد مبجل، هذاك علاش كانت قبيله مدامونيا تقول صغير ساعات هو واخته وليد وبنيه تربيهم كيف كيف في كل شيء، تحاول تكون معناها عادله ما بيناتهم، لكن بعد كي يخرج في المجتمع أو يخرج للشارع الوليد فكي يحس اللي هو كنت تربى بنفس الطريقة كيف أخته، ينجم عليها لقدر الله يتحط في وضعية تنمر. به راهو فما فرق كبير، أبش نقول أبش نفسر به فما فرق راهو نحن باش تحكي، ما قلناش رانا الربي والوليد بالأساليب الأنثوية والربي والبنية بالأساليب الذكورية، معناها أنا البنية لازم نعطيها قيمتها وقدرها كأنثى بالأنوثة متاحة بالأحاسيس حسب خصوصياتها كيف كيف الوليد زادة. أما فيش أنفان تكونت ما يزمنيش نكون نفرق في التربية بين الصغار مثلا، خاصة في الأحاسيس متاع الصغار. شو معناها؟ نحن ديما مجتمعنا كي نجيو في الأساليب التربوية متاعنا المعمول بها بصفة عامة في تونس، شو يقولك الوليد من يبدأ صغير الميساج كي الغسوة اللي يجي على ذهنه اللي ديما نقولوه ما تبكيش راك راجل، ما 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 تخوذ حقك راك راجل، خذ حقك اضرب خاطرك راجل، اندر شنو اكون معناها من غير ما نشعروا قاعدين نلزوا في صغارنا اللي هما الاولاد باش يكون الاحاسيس نتاعهم ملغات، ما عندهمش الحق باش يعبروا احاسيسهم بعله كونهم اولاد. تقولش عليهم واش انسان باش يعبر على احاسيسه، ومن بعد كي كبر نقولوا شبيه مش متعاطف معاه، شبيه مش حنين عليا، شبيه ما يعبرش على احاسيسه بطريقه طبيعيه، اللي هذا هو باش نوصل له بعد الحاله الغير العاديه اللي تلقاها ساعات عند صغير. كيف كيف مثلا في العنف من بعد في فتره المراهقه نلقاو اللي ولا اندفاعي اكثر من لازم، ونقولوا علاش على خاطر مانيش فاهمين اللي مني نحن ونحن صغار قاعدين نعديولهم في معلومات وقاعد يعمل في مكتسبات للمهارات او السلوك نتاعو بطريقه عنيفه. دوك فما حاجات معناها نستعملوا فيهم في الاساليب التربويه نتاعنا اللي تخلي كونه الصغير يتميز بتمييز سلبي اللي يظهر بعد من خلال التطورات السلوكية اللي بش يتصرف بها الصغير. البنية هاو كيفاش قاعدين نربيو فيها بطريقة اللي تكون سلبية، ما يزمهش تتكلم، ما يزمهش تناقش، يزم صوتها ما يعليش، ما يزمهش طالب بحقها، يلزمها خطر هذيك أخوها أكبر منها ولا أصغر منها يقعد خوها، دوك هي يزمها تكون مطيعة، ما هوش يزمنش نتيعوها. كيف كيف يزمها هي اللي تقوم بالواجبات المنزلية، معناها هي اللي يزمها تعاون لهم كسوة في التخميل في التطيب في الحاجات. الطفل لا، الطفل ما يزموش يعاون، كل مرأة تعاون بنايا الوليد لا، والأخت يزمها تخدم خوها تهز له وتجيب له وتمد له وترد له. الوليد ما يزم يقضي كان في الشارع على خاطر وليد، عيب كان باش يغسل معهم ولا باش ينظم فرشه ولا باش دوك هذو اللي نحكيو عليهم، نحكيو على هذا نحن على الاساليب مش التربويه، مش على المعاملات صحيح، مش على المعاملات، نحكيو على الاساليب التربويه اللي كيفاش انت ملي صغيرك تبدا تعدي له في معلومات اللي هو يلزم يكون فيهم بين ظفرين راجل. دونك الراجل هاو من الحاجات اللي يلزمها الشروط اللي تكون يلزمها تكون متوفره فيه باش يلقب كلمة رجل، وهاو الشروط لازم تكون متوفرة في البنية باش نعطوها على أساس أنثى. دونك البنية كيف ما كانت تحكي مدام مونيا قبيلة لازم تكون مطيعة، ما تجادلش، ما مدام مونيا مازلت معنا بالتليفون. أي مرحبا بك مدام مونيا. ألو، نعرفش مازلت معنا بالتليفون وإلا لا؟ أكيد تسمع فيك. هيا باهي، مالا كمل اسمع مدام سونيا وبعد تفاعلوا معاها. باهي، تفضل، يعطيك الصحة. عايشك.
دوكاتيها صحة. دونك نرجع ودونك نحن نحكيه على الأساليب التربوية مش على النظرة الاجتماعية اللي نحن قاعدين نعطيه فيها. فما فرق كبير بيزنش نعملو خلط ما بينه. بيانسور الطفل عنده الحق باش يخرج يلعب في الشارع وإلا باش يمشي للقهوة مع أصحابه ولا باش يعمل دورة ولا باش يمشي بيت بحثة صاحبه. لكن البنية لا سي انتردي عنا نحن في مجتمعنا نرفض رفضا تام كون البنية تبيت في الشارع في الشارع كوا معناها مع صاحبتها وإلا تخرج صحيت ولا تخرج الدورة تروح في وقت متأخر. مش معناها رانا نحن قاعدين نشجعوا في البنات باش يخرجوا راهو رد بينا معناها نحن جوست قاعدين نحلوا. أما احنا نحكيوا على الأساليب التربوية باش تربي بنتك في الأساليب التربوية ما بين الوليد والبنية. هذا ما يعنيش اللي راك تلقى معناها بنية وليد استعمل معهم الأساليب هذوما يقبلوها ويعرفوا الحدود نتاعهم على خاطر ديجا نفسروا لهم علاش وفما لي حاجات مسقطه اللي هما مفروضين عليهم بعد يلقاو يستعملوا فيها بطريقه عشوائيه وتعسفيه يعني. احسنت دونك هذا سيوار دونك هذا هو على خاطر ياسر مركزه دونك سامحني ما ركزتش مع الاسم نتاعك. لا مش مشكله وظهر لي زادت برشا عن حدها الحكايه هذيا مش تتصرف ما نقبلش منك فوالا دونك عندك الحق مش تحتاج. دونك نعاود نرجع اليوم دونك كي تلقى باغ كونتر بعد هي شنو هي الوالديه الايجابيه اللي انت تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الطفل وخصوصيته في عمر معين وتلبي له الاحتياجات ذوك. بمعنى وقت اللي انت باش تعلم باغ اكزومبل مهاره المسؤوليه عند الصغير ما فماش فرق ما بين بنيه وليد. دوك المسؤوليه والاحساس بالمسؤوليه نفس الاسلوب التربوي اللي تنجم تربي به البنيه والوليد. نبداوها بالمسؤوليه مثلا في اختيار الاشياء اللي يحب يلبسها في اختيار الماكولات. مش تجي تقول انت خاطر كوليد لازم تختار حاجات معينه وانت بنيه خاطر لازم تختار حاجات معينه او انت بنيه لازمكش تختار لازم كان خوك يختار. هذا هو الفرق في الاسلوب التربوي. دونك فما معايير معينه ونقاط معينه يكتسبها الصغير يكتسبها بنفس الاسلوب كسوى ان كان الطفل ذكر او انثى. هذا هو اللي حبيت نفسر. هذا الحد الان يعطيك صحه مدام سونيا واضح. مدام مونيا كنت تبع فينا اي شنو رايك في اللي كنت تسمع فيه؟ والله أنا مقتنعة بطبيعة أنا شاطرها الرأي بكل خاطر بالحق خاطر أنا ما نجموش نميزوا بين الوليد مثال ما يلزموش يعاون أمه في الدار وابنية يلزمها تعاون أمها في الدار خاطر مش الأعمال المنزلية مش ملقات على تحسم الأدوار حتى بين الأم والبو خاطر هي أبريتو الحياة قاسم مشترك يعني ونحن هذاك إنسان شخص وذلك شخص للبنية إنسان عندها إحساس وعندها كل شيء والولايد كيف كيف مثال مدار مثال ولدي في بيت وبنتي في بيت بنتي لم تفرشة ولدي يزمي لم تفرشة وزيدا ما يزميش كل لخته لا أنت يزمت لم فرشوك باعتبارك أنت البنية وهو الولايد لا خاطر لو إحنا زرعنا فيه الشعور اللي هو متفوق عليها حتى في المدرسة مش نمشي نفس الحكاية يعطيك صح نفس الحكاية في الجامعة نفس الحكاية المساواة بين الجنسين يلزم يبدا من الدار. فوالا مدام مونيا يعطيك الصحة تحققت الإفادة ولا في من خلال المداخلة نتاعك؟ أيوة بطبيعة الحال موضوع يعطيكم الصحة على الموضوع يعطيك الصحة أنت زيدة شكرا ليك لتواصلك معنا تكمل تسمعنا عدا لبقيت الحصة. أي بطبيعة مسبقا نسمعك. لا مرحبا بك ومرحبا بك وماذا بينا ديما تكون هكا ديما تتفاعل معنا في برنامجنا. أنتم زيدة كان تحبوا تدخلوا معنا كيما مدام مونيا تعطيونا رأيكم في الموضوع هذايا 70-35-120 ديما على ذماتكم تلقاو أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجعوا لكم ما تبعدوش بعيد منتدى الحياة من توا حتى للأربعة متاع العشية. غريس ديب غنالي بعد شوية تكملوا تسمعوها كاملة الأغنية هذية وبرشا موسيقى أخرى زادة بنينة تستنى فيكم بعد شوية زادة تسمعوا أغنية سونيا مبارك تير المنيار وبرشا أغنيات أخرين خاصة لي توندونس الأغنيات الجدد اللي قاعدين تسمعوا فيهم أكيد الكل تلقاوهم معنا من توا حتى للأربعة متاع العشية وأكيد زادة تيلة برامجنا وتيلة الفترات الموسيقية تلقاو برشا أغنيات مختلفة ومتنوعة. معنا بالتليفون مدام زينب مرحبا بك على موجات الحياة فاي مرحبا يعيشك مدام. احنا اليوم موضوعنا في منتدى الحياة الفرق بين تربية البنات والولاد إذا كان فما أي أخطاء قاعدة تشوف فيهم أنت من خلال تجربتك الشخصية وإلا زادة من خلال تجربك مع العائلة وإلا مع المقربين منك بعض الأخطاء اللي نجموا الأولياء يعملوهم اليوم. جوست مدام زينب كنت تحاول تطلع لنا شوي في صوتك خاطر صوتك بعيد شوي. مرحبا عايشة ربي يخليك عايشة مدام زينب حسب رأيك فما فرق اليوم بين تربية الأولاد والبنات؟
والله لا، من تجربتي شخصية أنا عندي جوز بنيات بنات مازلت نوريسون وعندي البنية تقرا سنة ثانية واللي تقرا سنة أولى. إن شاء الله ربي يفضلهم لك. يعيشك يعيشك. الزوج ما عرفتش الزوج من حسب تجربتي أنا معناتها الزوج هزمهم مع العدل بيناتهم ساعة. في برشا حاجات في برشا أنا عندي بالنسبة لي أنا العكس، البنية هي صعيبة الوليد لا. كيفاش البنية صعيبة؟ البنية مثلا الوليد يسمع الكلام، البنية لا، الوليد يعاوني في القضية، البنية لا. هي الثانية بنتك؟ هي اللولا. هي سنة ثانية. البنية لولا وتحس أنه معناتها التعامل معها صعيب؟ صعيب برشا، إيه صعيب برشا. مدللة شوية هي؟ والله الكش غير غايرة. ممكن. غايرة من خوفها. قديش عمرها؟ عمرها 7 سنين. باهي، كمل فسر لنا. الوليد ست، والوليد 6 سنين. كهو. البنية مثلا راسها صحيح ناقشني. في اللبسة نختار لبسة تتغشش تلبس على كيفها. دي تحس في روحها كبر. صحي تجم تكون تحب تتبعني في كل شيء. كيما مثلا نعطينا أمس. مثلا أبسط حاجة حتى نمشي حاجة زي ما تحب هي تمشي تتغشش. شبيك أنت إيش شبيك أنت عاملك هيك؟ ندخل ساعات مخيب وشعرك ماما. الله خاطر هي ما هزيتهاش في البلد شعرها. كهو مالا، وين أنت تمشي وهي ما تمشيش؟ صحيح سبب التالون ساعة نتعرف انا وياها توصل تقول لي حتى نمشي نقرا بيه سبب التالون. وكيفاش تتعاملي معها انت فكي تعملي التصرفات هذوما؟ صعيبه معها ساعات نغلط. باش تكون سعيده معها مادام انت صعيبه معها، مادام هي مش تقعد تكمل تولي تعاندك. صحيح صعيبه الحق، صعيبه معها انا صعيبه وما نجمتش ديما نحب كل شيء نغلط ديما نحب نحسسها بالمسؤولية وعدد مذبية هي تعاوني في إخواتها وكل هو إنا على العكس. الوليد هو اللي معاوني، الوليد يسمع الكلام نفس التعشي هي ويبتها يراني تعب ما أرتاح يقضي يعاوني ما يهلك يلم بيت ويلم فرشه يقر على روحه. بيه وانت تصرفاتك مع الوليد كما مع البنية صعيبة مع ولدك؟ لا لا. وعليش؟ لا بحكم طبيعة طبيعة وأسهلها هذيك. عليش من الاول معناتها انت التصرفات نتاعك انت مع بنتك من اللي هي صغيره وانت كنت صعيبه معها، والا من بعد كي بدات هي الكومبورتمون نتاعها تتبدل وليت انت اصعب؟ ولا من الاول؟ صحيح ليه من الاول. انت ملا مدام انت بديت بالصعب في بنتك معناتها النتيجه هي هكا. ما نعرفش انا مدام سونيا يظهر لي مؤهله باش تفسر لك اكثر مني. باهي هاي معك مدام سونيا جبيريا الاخصائيه والمعالجه النفسانيه تنجم تفسر لك اكثر معناتها. تفضل مدام سونيا. دونك مرحبا بك مدام زينب، ربي يفضل لك صغيراتك. عايشك مرحبا بك انت زينب. الكلام اللي نقولوا على الموضوع هذايا على الاخر عايش الكلام اللي باش نقولوا ما تاخذوش على اساس نقد، بالعكس باش ناخذوه على اساس تسمع فينا. قاعده تسمع فينا؟ صوت الدكتوره مش نسمع فيه. باهي ها باش تتكلم تو وشوف اسمع ها مدام سونيا. باهي ما نعرفش كان هكا تسمع فيا خيره. تسمع فيا مدام زينب؟ ما نعرفش مستمعين هكا بعيده ما نعرفش. دونك انا قربت باهي نحاولوا نبدلوا شويه نشوفوا الكاليتي تاع الصوت. ومدام زينب يلزمك تسمعنا خاطر مهم برشا الكلام اللي تقوله لك مدام سونيا. نعاودوا باهي ما نعرفش كان هكا انا بدي نسمع روحي خير. نتصور باش تسمع باش تسمعنا مدام زينب. صوت واضح مدام زينب؟ صوتك انت واضح. باهي اسمع مدام سونيا تو. مدام زينب تو هاك تسمع فيا بالباهية؟ اي شوية باش تركز. باهي اول حاجة ساعة نحب نقول اللي راني الكلام باش نقوله ماهواش نقد موجه في الاساليب التربوية اللي سامحني مش نطلع بكل. دونك ما نعرفش نعاودوا نشوفوا نتستيو الصوت من مدام سونيا ممكن بروبليم تكنيك ونعاودوا تقعد معنا مدام زينب بالتليفون خلينا نشوف شنو المشكل هذايا ونرجعوا تجاوبك مدام سونيا. باهي نعملوا ترتيحه مع الموسيقى ومن بعد نرجعوا معك مدام زينب. باهي الناس اللي تابعوا فينا التليفون مدام زينب مرحبا بك مره اخرى. يعيشك. دونك انت كنت تحكي لنا على الفرق بين تربيه البنات والاولاد. انت تشوف انه تربيه البنيه عاده ما تكون اصعب حسب تجربتك الشخصيه. مدام سونيا بتجاوبك على الكلام اللي كنت تحكي لنا فيه. هاي مدام سونيا. دونك مره اخرى مرحبا بك مدام زينب. نعشك تسمع فيا بالباهي توا.
خير يا الحمد لله. مدام زينب، اول ما نحب نبدا ساعه نحب ناكد اللي راهو الكلامي كي باش نوجهه لك ماهوش نقد في الاسلوب التربوي، بالعكس باش نحاول على الاقل نعاونك باش انت تعرف كيفاش تتصرف وتتكيف مع شخصيه صغيرك. تاكوردو مدام؟ باهي. دونك اول حاجه راهو الصغير معناها بنتك هي بيان سور، البنيه هي لولا، ونعرفوا اللي نحنا ديما صغير وليني من معظم الاحيان من الاساليب نتاعنا التربويه، لكن نحنا نحاولوهم نحملوهم طاقة أكبر من طاقتهم. شو معناها؟ معناها أنت اليوم الانتظاراتك من 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 تربية صغيرك اللي أنت حملتها مسؤولية باش تشاركك حتى في 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 الشؤون المنزلية، في معاونتها ليك لأخواتها إتسيتيرا، اللي هو تنجم ترفضوا، يرفضوا الصغير دوك حاجة عادية، ينجم يرفضوا على خاطر هو يرى في روحه اللي هو مازال طفل، واللي يرى روحه اللي هو مش مجبور معناها باش يعاون قد ما نحن نعلموهم اللي يراه المعاونة سو فورم دو لعبة نلعبوا مع بعضنا، والا سو فورم دو اقتصاد تقتصد الام في الوقت نتاعها، فنفرقوا الادوار مع بعضنا باش نربحوا وقت نقعدوا فيه نتكلموا مع بعضنا، ما يحسوش اللي هي اوبليغاسيون، يعني صحيح لازم تكون الزام. دونك هذا الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه راهي حاجه عاديه جدا كونه صغير في المرحله العمريه ما بين 5 و8 سنوات كونه ياخذ الام او البو كقدوة فيتمثل به إيميتاسيون بشي عنده في كل شيء، في اللبسة، في المشي، في طريقة الجلوس، في طريقة الكلام، في طريقة القعدة، الماكلة اللي تصور في بالك الكل هو علاش، على خاطر الأم والبو يعتبر المثال الأول والأخير بالنسبة للطفل وبالنسبة لي، وهو البنية باش تمتثل على أساس الأم، والوليد باش ياخذ كمثال البو اللي هو رمز لرب البيت، رمز للرجولة، رمز لتحمل مسؤولية ليا ايتترا. الام سي بلوتو الحنان له والجمال والرقه وبرشا حاجات. دوك بالعكس قد ما تلقى صغيرك يعاند فيك على قد ما هو ذاك مؤشر اللي هو يعتبرك مثاله الاعلى، فوقتها يلزمنا نحنا ناخذ حذرنا كاولياء باش نراقبوا تصرفاتنا على خاطر باش نعملوه الكل باش يجسدوه صغارنا باهي والخايب. باهي والخايب هذاك علاش يلزمنا نركزوا برشا معاهم على خاطرنا نحنا دائما وابدا تحت مجهر انظار غيراتنا، يعني يبداو يتبعوا فينا بالسانتي كيفاش نتصرفوا، كيفاش ردت افعالنا، كي نتغش كيفاش نعمل، كي نفرح شنو هو الرياكسيون تاعي ايتترا. دونك مهم جدا كنا نحنا نكونوا قدوه ومثال ويقتدى به من قبل صغارنا. دونك ردوا بالنا برشا حتى في تصرفاتنا وخاصه التقاط الكلمات اللي باش نقولوها، خاطر اللي باش يسمعوا باش يعاودوا، خاصه وقت اللي يبداو يتعلموا في الكلام صحيح، وراهو كي باش يعاودوا باش يعاودوا بطريقه عفويه، معناها مش بشرط يعرف معنى الكلمه ولا معنى التصرف. دونك نحنا جينيرالمون شي يصير كي يسمعوا منا كلمة خابة كي هما يعاودوها نحن نتنرفزوا، ألوغكم مش فاهمين لي هذيك كلمة مثلا ما تتقالش ولا تحملها البو إلا فوالا إيفيكتيفمون. دوك نحن بيدنا عندنا من المسؤولية هذه عندنا فيها النسبة نتاعنا، دوك لازم نكونوا مسؤولين على أفعالنا باش صغارنا تاخذ منا الباهي بقدر المستطاع، تاخذ كان الباهي على الأقل باش نقول باهي. دوك هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثانية لو فات اللي بنتك تحسها اللي هي صعيبة شوية في شخصيتها، تحسها مثلا تفرض كلمتها، تفرض هذيك راهي بطريقة أخرى تحب تقول لك راني انا موجوده كيفي كيف خواتي، علاش تعاملهم هما بطريقه وانا تعاملني بطريقه اخرى، فتولي بطريقه لا واعيه تولي تعاند، تولي تناقش، تولي تحب تبرز شخصيتها، تحب تفرض كلمتها، اما راهو بطريقه لا واعيه. وانا نقول ديما صغار راهو كيف الصلصه اللي باش تشكلوا شكلك باش تلقاه. دونك ديما قد ما الصغير يكون معناها عنيد معاك قد ما انت بالعكس لازمك تمتصك، خاطر راهو العنيد هو راهو ما الا رده فعل الاحساس قاعد يحس فيه، كان فهمت شو الاحساس اللي يحس فيه اوتوماتيكو مش لبي له حاجته وقتها باش يصير تعديل في السلوك نتاعو، على قد ما تفيق بالاحتياجات نتاعو وتلبيها له على قد ما السلوك نتاعو والتوازن تخلط له في وقت مبكر. دونك هذا هو اللي يلزم الانسان او الولي ياخذهم بعين الاعتبار، ما يلزمش تصير تفرق مش على خاطر ولدك مثلا يسمع كلامك ويلبي لك حاجاتك فهذاك ولدك المعزز والمدلل والاقرب ليك، وعلى خاطر بنتك ما تسمعش
كلامك ولا ساعات تعاندك معناها هي اسم الله عليها تكرهك ولا ما تحبكش. لا مش هذا هو المؤشر نتاع الاحساس والمحبه. راهو من حقها باش تقول لا، والوليد زاد باش يجي نهار راهو باش يقول لك زاد لا، مش باش يقعد ديما في الكادر هذاك، مش يقعد في الكادر هذاك. على قد ما يكبر على قد ما باش يتغير، باش يتغير تفكيره باش يتغير سلوكه. ما تنساش اللي باش يخرج لبرا المحيط الخارجي، والمحيط الخارجي على برشا حاجات، ينجم حتى يتعاند مع اصحابه، يتاثر بشخصيه اصحابه. دوك مش ديما بشرط يمشي يكونك الحمل الوديع هذاك الطفل المطيع. راهو الطفل المطيع برشا راهو باش نوصل النتيجه كون باش يكون طفل اتكالي، ما يكونش معمل على روحه، باش يولي يسفي يخرج من تحت جناح ام وابوه راهو يذيع. فيلزم يكون عنده مكتسبات في شخصيته، في ذكائه الاجتماعي، في طريقه تعامله، في التواصل. هذاك مهم جدا. على قد ما يكون مختلف عليك، على قد ما تكون قدراته المعرفيه تنمو باسلوب معناها طبيعي ومتوازن ويتماشى جوستمون مع العمر نتاعو، مع طريقه التعامل نتاعو. مدام زينب، اي اعطينا رايك في الكلام اللي كنت تسمع فيه. والله صحيح كلامها كله عجبني. اه باش تحاول تبدل شويه من معناتها في تصرفاتك، خلينا نقول مع ديما نحاول، والله ديما نحاول تغلبني. ما انت زاده وسع بالك معها شويه، نعرفوا اللي راهو ساعات فما ضغط نتاع معناتها مع الضغط اليومي نتاع الخدمه والا نتاع الدار والا المشاغل اللي موجوده في حياتنا الناس الكل. ولكن ديما نحاولوا كما كنت تقول لك مدام سونيا، تحاول توسع بالك معها شويه، تعرف كيفاش تاخذها المسؤوليه برشا برشا، وهي مازالت عمرها تقول لي عمرها 7 سنين بنتك. ما نحملوهاش اكثر من طاقتها مدام زين. اي واحنا زيد قرايتها، حتى في قرايتها ما تسمعش كلام مثلا، في قرايتها هو خير في القرايه. هذه بالذات ما لازمش تقولها لها، يظهر لي هكا. نعم الكلام هذا يا مدام، حاول كونك ما عادش تقولوا جمله اصلا ما تخممش فيه، راهو كل صغير وعنده قدرات ودايره حتى في البدايه. وبرغم الذكيه راهو في الذكيه نتاعها المعلمه نتاعها هي تشكر فيها اكثر من هو. هاو عندها حاجات نجموا نطوروهم ونركزوا عليها. صحيح هي ذكيه، لكن شنو تحسها في الدار تحب تقرا، هو يبدا عنده خدمه مثلا يجي يمرجني ماما. حتى هي مش عامله فيكساسيون على روحها الطفله، عامله فيكساسيون على المحيط نتاعها. لو كان ترجع تعاود تعمل رؤيه وتتلهي بروحها هي، وتتلهي بقرايتها هي، تتلهي بشكلها هي، تو اوتوماتيكمون باش تكون قاعده تتطور في برشا حاجات. ولكن هي توا التركيز نتاعها متشتت في العائله، قاعده تلاحظ امها كيفاش تتصرف مع اخوها، كيفاش تتصرف مع اخوها، كيفاش تعمل، كيفاش تقول له، كيفاش رده فعلها، تحاول تستفز امها باش تشوف رده فعلها، باش تلقاها معاها هي تجلب الانتباه زيادة. ولكن اي لو كان تحاول الام تخلق لها توازن حاجتها بيه في، وتلبي لها احتياجاتها العاطفيه، خاصه احتياجات العاطفيه، اكيد باش ترجع للتوازن نتاعها النفسي، وتكون معناها توازنها مستقر، ووقتها باش يصير انعكاس هذايا على التعلمات نتاعها، على القدرات الذهنيه، على الاعداد، وعلى برشا حاجات اخرين. مدام زينب وصلت، وصل ان شاء الله وصل الميساج ان شاء الله من خلال. يعطيكم الصحة. يعيشك ان شاء الله من خلال النصائح اللي قدمتها ربي يفضلهم لك مدام سونيا، تكون تحققت الإفادة، وان شاء الله لما لا مرة أخرى زادت تدخل معنا، خاطر احنا ديما نسلطوا الضوء على المواضيع اللي تهم الأطفال. وأنت إذا كان عندك زادة مقترح نتاع موضوع وإلا عندك أي استفسار، ديما 70 035 120 على ذمتك، مرحبا بك مدام، ان شاء الله ربي يفضلهم لك الصغيرات. يعطيك الصحة اللي تواصلك معنا. نرجع معاك مدام سونيا، هذايا من بين خلينا نقولوا الاخطاء اللي ساعات يقعوا فيهم الوالدين كما مدام زينب، كما فما برشا معناتها امثله اخرين من راهم اخطاء مش متعمده، معناتها اكيد عن غير قصد، عن غير قصد صحيح. يعني ما فماش حتى ولي مذهبي، بالعكس اولياء الكل يحبوا صغيراتهم مذهبي يشوفوهم كما يتمنوا في اعلى المراتب، ولكن الاخطاء هذه تقع، معناتها مش حاجه استثناء على ولي والا مدام زينب هي الاستثناء، فما برشا اخطاء. احنا اليوم حكينا مع مدام زينب على المقارنه بينها وبين خوها، فما برشا اخطاء اخرين، فما معناتها بعض الاولياء اليوم يتعصفوا على صغارهم بطريقه مباشره ولا غير مباشره، ويخليهم يحسوا ديما كل مقارنه، ديما يخليهم الهدامه، المقارنه الهدامه للصغيره. هم ساعات هما يمشيوا في المنهج نتاع المقارنه على اساس تحفيز الصغار، لكن انت والطريقه اللي باش تحفز بها صغيرك، انت وطريقه المقارنه، انت زاده وطبيعه ولدك كيفاش باش يتقبل المقارنه. صحيح فما شكون باش يتقبل، هذا هو اللي راه حابه تصدره باش يطور من روحه، فما شكون باش هذا هو يا سيوا نتيجتها خايف. يلزمنا نعرفوا اللي راهو كل صغير وشخصيته مش نفس الاسلوب. نحن تعرف شنو مشكلتنا؟
هو نفس الاسلوب التربوي قوالب جاهز صحيح نطبقوه على صغارنا الكل، ولكن يلزمنا نفهموا اللي راهو كل صغير وشخصيته كل صغير ويلزم تتماشى معاه الاسلوب التربوي، ونقول ونعاود عاودتها برشا مرات وباش نقعد ديما نعاود على خاطر هذاك هو الاساس، راهو مفتاح التوازن النفسي هو تلبيه حاجيات الطفل. لكن عرفت حاجياته في وقتها ولبيتاله اعرف باش يقعد عنده توازن. الحاجيات لو كان يقول... اخرت او قدمت وقت باش يصير اخلال توازن. الحاجيات خلينا نفسروهم للناس، الحاجيات ماهيش ماديه فقط. اي هو ديما نرجعوا للبيراميد دو ماسلو، الهرم الهرم الاحتياجات الاساسيه لماسلو اللي هما شنو، كيف ما عنده الحق كيف ما عنده الاحتياجات في الغذاء وفي الطعام وفي اللبس وفي الشرب، عنده الاحتياجات للامان، عنده الاحتياجات للعاطفه، عنده الاحتياجات للثقه بالنفس ولتحقيق الذات. وبيان سور كيف ما حكينا برشا مرات قبل مساش نذكروا للساده المستمعين اللي راهو بالنسبه لتحقيق الثقه بالنفس يلزم قبلها خدمه كبيره على تثمين الذات نتاع الصغير، من غير تثمين ذات الصغير عمرنا ما نجموا نوصلوا عندنا صغير عنده ثقه في روحه. يقول القائل ساعات ما دلسونيا صغير عمره 7 سنين ولا 6 سنين كيفاش باش تثمنوا انت ذاته ولا شخصيته؟ سهله على هنا الاولياء يحيروا يقول لك انا 7 سنين باش يفهم زعما شنو معناه هو ملي فكرش يفهم بين الظفره. خلينا نفسروا النقطه هذه نتاع اهميه تثمين الذات بالنسبه للصغير ونبعدوا على الفرق بين العمر، كيما 7 سنين كيما 3 سنين كيما 4. ساعات انت مثلا طفل عمره عامين وثلاث سنين يفهم وقت تقول له يعطيك الصحه كي يعمل الحاجه هذيك بالصحيح ولا كي يحط حاجه في بلاصتها، يفهم ويفرح وقت اللي تقول له راهي الحاجه هذيك صحيحه ويولي ديما يمارس السلوك هذاك بشكل يومي. هو صغير ما يستحقش حتى باش يفهم اللغه باش ينجم يتكلم باش ينجم يفهمك، هو صغير غير كي يشوف وجهك ويشوف الملامح نتاع وجهك فيها ابتسامه يفهم الحاجه اللي يعمل فيها صحيح. يعني انت راضيه عليه كيرا كيرا الملامح نتاع وجهك ملامح نتاع معناها غش او 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 حزن سم اللي عليك او حاجه فيفهم راي الحاجه هذيك خايبه اللي قاعد يعمل بها ديجا معناها بذيكه معناها بالملامح نتاع الوجه، فما بالك نوصلوا معناها للمنطوق باللغه صحيح. دونك نحن ديجا نستعملوا برشا برشا التعبير غير اللفظي يعني الحركي البصري، دونك ما احنا اللغه نتاعنا تاخذ برشا اشكال، غيرك صغير بصبعك تقول له لا بيانكم ما يعرفش كلمه لا دونك يفهم اللي هذيك حاجه ما تجيش، كي تقول له اي وتشجع وتصفق له يفهم اللي راهو هذاك اللي يعمل فيه صحيح، راهو ما فماش حاجه اسمها صغير ما يفهمش، راهو اللي ما يفهمش غير ما هو الانسان اللي يقول على الصغير ما يفهمش بوغ اتر اونيت. دونك كل صغير ملي فكرشنا يبداو يسمعوا فينا يبداو يحسوا بينا، دايوغ من اول الحاجات اللي تخلق في الجنين هو النفسيه. عرفش نفسر لك علاش؟ على خاطر كلمه بسيكولوجي بسيشي هي كلمه لاتينيه. دونك جايه من بسيشي هي الروح، والروح هو ما ينفخ في الجنين في بطن الام. فاول حاجه تخلق في الصغير هي روحه، فبمعنى الروح هو النفسيه. هذاك علاش نحن كي نبداو نعملوا في محادثات نفسيه مع الامهات باش نفهموا القلق اللي عند صغارهم، اول سؤال نسالوه اسكو الصغير حبيت تجيبه ولا لا؟ خاطر يمتصك الشعور هذاك نتاع الام اللي في كرشه، يجي يحس اللي هو اسكو هو صغير مرغوب فيه ام لا؟ وتتطور به، نجم يتطور به للسلبي ونجم يتطور به للايجابي. دونك بالله كي تروحوا اسالوا امهاتكم. اسكو ان شاء الله ما يعملش مشاكل. افكتيفمون دونك جوست لاسلوب الفدلكه فقط، مي غيالمون دونك اول حاجه تخلق في الصغير هي لا بسيكولوجي بتاعه نفسيته. فمن بعد معناها من بعد ما تقوليش اللي راهو صغير ما يفهمش، بالعكس دونك اللي يقول على الصغير ما يفهمش راهو هو مش فاهم الطفل احتياجاته. دونك الصغير كيف ما قلت يفهم بالملامح، يفهم باللغه الغير المنطوقه، يفهم بالحركه، يفهم برشا طرق معناها من طريق التواصل مهما كان عمره. فحدث الصغير احكي معاه حتى ولو ما يفهمكش وقتها، بعد راهو هذاك الكل باش يقعد راسخ في ذهنه، باش تثمنوا بدنه، باش تقولوا يا محلى يديك، محلى سبع ساقيك، محلى فمه صغير، محلى ندير شنو، محلى هذاك الكل. بعد تجي عنده تثمين في ذات، تدخل في تثمين الذات، لو فيت كي يعمل حاجه وتقولوا عليها يعطيك الصحه حتى ولو كانت بسيطه جدا بالنسبه ليك انت، تظهر لك ما عندها حتى معنى، تظهر لك هي حاجه طبيعيه باش يقوم بها،
ولكن مهم جدا في كل خطوه يخطوها الصغير كونك تثمنوا اكل خاطر هو عمل مجهود باش وصل للحاجه هذيك باش عملها، فنحن باش نثمنوا المجهود هذاك. وعلى تثمين على تثمين تخلق فيه الثقه ويولي حتى كي يغلط راهو صغير وحتى كي يخفق في تعليمه معينه يزلنا نقولوا له صحيت المره الجايه تعمل ما خير، مش تقولوا لا ما حققش عملت كي ولا هكا خسرت غلطت ولا نساو المجهودات اللي قبل جامي. وديما كي نجي ونقولوا حاجه لصغارنا ما نعتوش صغارنا بالحاجه هذيك، مش نقولوا انت هاك فاشل، نقولوا لا التجربه راهي تجربه فاشله مش انت فاشل. مثلا ما نقولوش اللي انت، نقولوا له انت شجاع مش الحاجه اللي عملتها راهي تشجع. دوك الحاجات الإيجابية الكل نثمنها ديريكتومون لصغيري، والحاجات السلبية ننسبها للحاجات اللي يعمل فيها مش ننسبها لشخصيته صحيت. ولهنا في هذا تنجم تبني جوستمون بشوية بشوية ثقة في نفس الصغير. يعطيك صحة مدام سونيا، مازلنا موصلين معك النقاش، وانتم مازلت تنجموا تتفاعلوا معنا في المباشر على 70 035 120. نخليكم مع مرتضى الفتيتي في غنية ملك العشق، ونرجو لكم ما تبعدوش بعيد وما تبدلوش الموجة، خليكم ديما برونشي معنا على 93. مطلثة 49 دقيقة، رجعناكم من جديد صوت سونيا مباركي، وصلنا لآخر دقائق في حصتنا لليوم. بدينا معكم المشوار من مدي ساعتين وربع حتى التوى في منتدى الحياة. اليوم حكينا معكم على الفرق بين تربية الأبناء والفرق بين تربية البنات والولاد وتربية الأبناء عن جنرال فكرة عامة. سمعنا شهادات زوز من المواطنين، كل واحدة فيهم حكيت على تجربتها الخاصة في الموضوع هذايا، والكونكليزيون في ختام الحصة معك مدام سونيا الجبيلي الأخصائية والمعالجة النفسانية. شنو اليوم النصائح اللي نجم نقدموهم للأولياء؟ بي أول حاجة سوار ساعة نقيمه نحن رواحنا كأولياء، ساعة يزمنا نفهمه اللي نحن يزمنا نكونوا أسوياء بينه وبين رواحنا، يزمنا نعرفه كيفاش نحبه نربيه صغارنا. يلزم ديما المبادئ متاع تربية الصغار تكون واضحة ما بين معناها الوالدين الزوز. ساعات تبدأ لهم عندها معناها تمشي في تربية معينة، بعد تلقى يدخل البوف ساعات العائلة زادة الموسعة، العائلة الموسعة دوك يلزم ديجا لهم البو يكونوا متفهمين على الأسلوب التربوي باش يقتادوه باش ينجموا يربيوا به صغارهم، يكونوا خاصة متفهمين فيه. اش معناها؟ معناها عادي إنه الأم مثلا باش تصير منها خطأ تربوي أو البو كيف كيف، أما هذا ما يزمش يتناقش ساعة أولا قدام صغار، وما هوش ما يزمش يتناقش بطريقة معناها بطريقة سلبية. معناها ديما نمشيو على الأساس نحسنوا من الأساليب متاعنا باش صغيرنا يكون في أحسن شكل وفي أحسن توازن نفسي يكون فيه. دونك هذه أول نقطة انطلاق. النقطة الثانية لازم نكونوا مستعدين ساعة باش نجيبوا صغار. أهم حاجة هي. أهم حاجة لازم نكونوا مستعدين باش نجيبوا صغار، على خاطر الاستعداد النفسي هذاك هو نصف نجاح الأسلوب التربوي. على قد ما تبدأ حارسة باش تجيب صغير، على قد ما تعمل كل شيء باش تنجم تكون أنت ديجا توفر لصغيرك الاحتياجات نتاعو اللي حاجتك بهم. ثالث حاجة، نحن اليوم تبارك الله معناها دخلت في حياتنا التكنولوجيا الحديثة، دوك نجمو معناها ناخذوا معلومات في حاجات معينة، نكونوا رواحنا برواحنا باسكو ما عندناش الإمكانية في بلادنا كونوا نتكونوا في إطار الوالدية الإيجابية، ولكن صحيت في تربية الأطفال، ولكن اليوم التكنولوجيا الحديثة تسمح لنا كونا نحن نزوروا مواقع، اليوم مواقع لازمها تكون علمية معنا بنية على مناهج علمية، ناخذوا معلومات اللي باش تساعدنا كيفاش نجموا نتصرفوا مع صغيراتنا كسوة في الحياة اليومية أو بتدخل في الصعوبات اللي نجموا نلقاهم ولا تعترضنا مع صغارنا. حاجة أخرى اللي هو مهم جدا اليوم كونا نحاولوا بقدر المستطاع كونوا ما فماش تفرقة ما بين الجنسين، معناها تربية الصغير هو بيدو ذكر أو أنثى إذا ما تكون بنفس الطريقة، ولكن ديما مراعاة احتياجات الصغير ومراعاة لشخصية الصغير هذاك، على خاطر في تربيتي لشخصية صغيري ما يلزمش نلغي له شخصيته، بالعكس يلزم يثمنها يلزم يظهرها يلزم نحفزه يلزم نرغبه على حاجات معينة. فمهم جدا اليوم معناها العدالة ما بين الجنسين لازمها تكون مساواة، بريتو سامحني دوك قعدت لوج عليها الكلمة ميرسي سيوار. دوك المساواة بين الجنسين راهو مش المساواة كان في الحقوق والواجبات، وإلا في نحن اليوم حتى في القراية في البيداغوجيا نحرصوا على المساواة بين الجنسين، نحرصوا على عدد تلامذة الإناث يكونوا قد عدد تلامذة الذكور، ويكونوا معناها فما اختلاط ما بيناتهم، على خاطر في اختلاطهم فما تنمية مهارات اللي ما نجمش يكتسبها في إطار آخر بخلاف بتدخ إطار المدرسة أو إطار البيت جوستومون في وسط الدار. لفيت أنت وأخوك دوك تكونوا معناها فما
المساواة ما بيناتكم، خاطر فرق ما بين حاجة اسمها عدالة والمساواة. العدالة حاجة والمساواة بين أفراد الأسرة حاجة أخرى تماما، فنحن نحرصوا على المساواة لا إلى شيء، لإلغاء جوستمون الجوانب السلبية نجم يحس بهم الصغير، واللي منها هي كيحس الحاجة السلبية هذوكم يتمظهر في سلوك اللي سلوك جنرالمون يكون يا بالعناد يا بالغضب يا بالعنف، يتمظهر في برشا حاجات يا التنمر. دونك فما برشا حاجات تنجم تطرأ عنها غير كل الصغير يحس روحه اللي هو مش متساوي مع صغاره، واللي فما تميز ما بين الأبناء. دونك هذا الكل يسفي نقاط ذوما الأربعة الوالدين يخذوهم بعين الاعتبار ويحاولوا ديما كونهم هما يراجعوا رواحهم في كل تصرف يتصرفوه مع صغارهم. ينجموا ينقصوا، نجموا يزيدوا، نجموا يضيفوا، نجموا يغيروا. معناها نحن اليوم كيف ما قلت معناها نحن ما نقراوش معناها التربية الوالدية باش نعرف كيفاش نربيو صغارنا. معناها هو أكثر معناها في غالبية الوقت هما تصورات غريزية أو تصورات مكتسبة من خلال التجارب اللي مرينا بها، سواء نحن مع والدينا وإلا جدتنا وإلا مظهر معناها ولا أسرة أخرى اللي عجبتنا الأساليب نتاعها، فنحاول نقتديو بها نحن في أسرتنا نتبعوها. لكن مش ديما هذا ينجم يكون جايز أو يكون نتيجته معناها إيجابية، لا شيء، على خاطر الشخصيات تختلف، وما ساعات النجم يكون تمام معناها دفغمو وتلقاهم كل واحد عنده شخصيته وعنده احتياج خاص به، فإيسوفي تهتم بك الاحتياج هذاك وتوفره له، فأكيد باش تخلط للتوازن اللي حاجتك به. يعطيك الصحة مدام سونيا الجبيلي، كنت معنا ديما في الاستوديو هذا وديما ترافقنا بالإضافة. إن شاء الله الأولياء يأخذوا بعين الاعتبار الجملة من النصائح اللي قدمتها لهم. إن شاء الله زيدا مدام زينب ومدام مونيا اللي لاحظنا في ساعة اللي يخذيه بالنصيحة ودجا حتى الفكرة بدأت تتغير الحمد لله، وفما هكا كقطع مع المعتقدات الغالطة اللي قدموهم. إن شاء الله زيدا الأولياء الكل اللي تابعونا طيلة الساعتين هذوما يكونوا تحققت لهم الإفادة. نشكر كامل الفريق اللي رافقنا طيلة الساعتين هذوما، اللي أمنوا لكم البث المباشر نوفر الشرطاني كوتي تكنيك، محمد سيف الدين بولعريس كوتي ديجيتال، حسن النبتي وأحلام العامري من قسم الأخبار. في أقل من 5 دقائق يجيكم الزميل حسن النبتي بأهم الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية. سينو تابعوا قيد برامج الحياة فيم جوك على 93 من الأربعة حتى للستة. سينو فيما برمجة جديدة واستثنائية تستنى فيكم اليوم، برنامج زنفليقة من 8 حتى للعشرة. سونيا جبيلي بترجع لكم بعد شوية مع نجلة، برنامج ممتع برشا، فقرات متنوعة، ما تبعدوش بعيد ديما، خليكم برانشي معنا من توا حتى على الأقل احنا برمجة 24 على 24 من البرامج المتنوعة، كيف كيف زاد المواجيز والنشرات والنشرات الرياضية والبرامج الرياضية. نخليكم مع لطفي بوشناق، ما تبعدوش بعيد ديما، خليكم برانشي معنا. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.